بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم يا أحبة وتذكار الآباء القديسين 367 الذين اجتمعوا في نيقيا بين 24 أيلول و 13 تشرين الأول من العام 787. اجتمعوا لكي يعلنوا موقف الكنيسة من إكرام الأيقونات. أوضح الآباء أن الإكرام الذي يقدم للأيقونة إنما يقدم للأصل الذي تمثله، وبالتالي المجمع فصل عن الكنيسة كل من يقول كلاماً مخالفاً لما قالوه. يعني مثل ما الواحد بيشيل التفاحة المعفنة من السحارة حتى ما تعفن الباقي، هكذا يفرز الزؤان عن القمح، وهكذا يفرز الهراطقة عن المؤمنين. بيشحطوهم برا الكنيسة، ما لهم علاقة بالاجتماع، ما بيقدروا يتناولوا معنا. الشعب المؤمن يتبع توصيات الآباء القديسين عملاً بوصية الرسول بولس الذي يقول في رسالته للعبرانيين: أطيعوا مدبريكم واخضعوا لهم، فإنهم يسهرون على نفوسكم سهر من سيعطي حساباً. مشان هيك منصير نحن مطيعين لآباء المجمع ولما يقولونه. شو بيوصونا آباء المجمع؟ مثل ما وصى الرسول بولس تلميذه تيموثيوس أن يخضع لكلمة الله الصادقة ويفهمها بالروح القدس الناطق في القديسين. يعني إذا أرى الواحد الكتاب المقدس وبده يعرف إذا هو فهم صحيح معنى ما قرأ، بده يشوف الآباء القديسين ماذا قالوا في هذه الكلمة، وأي تفسير آخر بيخطر على باله مخالف لما قاله الآباء القديسين بيطردوا برا. لكن بالعادي الإنسان اللي بيصلي بصدق وقلبه مع الله يرشده الروح القدس إلى المعنى الحقيقي الكامن في الكلام الإلهي. والمهم بعد هذا أنه مش بس يتمسك بكلمة الله ويفهم معناها الحقيقي، المهم أيضاً أن يبتعد عن الهراطقة المبتدعين الذين يحرفون كلمة الله. يعني بده الواحد يسعى أنه يفهم كلمة الله صح، وبده يبعد عن اللي بيحرفوا كلمة الله واللي بيشوشوا الذهن حتى ما يفهم الإنسان كلمة الله على ما هي. لأن هؤلاء الهراطقة هم مرضى روحياً وأموات، ويجرون الهلاك على أنفسهم وعلى تابعيهم، والسبب أنهم لا يتكلمون بالروح القدس، بيحكوا من عندهم مش بالروح القدس. الذهبي الفم يقول عن شجرة البدعة إنها حقاً زرعت من الأفكار الشريرة، يعني هي منا زرع من فكر مقدس، وزرعت بفضول في غير وقته، وسقيت بالغطرسة المفرطة، واستلحقت بحب الطموح. يعني البدعة ما بتجي من مشي، بتجي لأنه الإنسان فكره سيء، ما بيكون متواضع وخاضع للروح القدس، وبتجي لما الواحد بده يشوف حاله أنه هو عم بيقول شيء جديد ما حدا قاله من قبله. هذا الكبرياء اللي بيوصل بالآخر إلى الهرطقة. من هنا تحذير الرسول بولس لتيتوس وتوصيته
أن يعرض عن المبتدع الذي يرفض أن يتوب عن ضلاله. ليش؟ لأن التعليم الفاسد يقود إلى الهلاك. لذلك يصور القديس يوحنا الذهبي الفم، يصور الإيمان الأرثوذكسي وكأنه عملة ملكية. يقول: إذا استبعد أحدهم حرفاً صغيراً منها يجعل النقد كله مزيفاً، تبطل العملة صحيحة. هكذا أيضاً الإيمان الصحيح إذا انقلب منه جزء صغير يؤول كله إلى الأسوأ. من هون الحرص على الإيمان الصحيح أمر ضروري لخلاص كل الناس. مشان هيك نحن منصلي من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين، منصلي لهم حتى يثبتوا على الإيمان ويبقوا على الإيمان، حتى ما يزعزعن إبليس بفكر شرير فيهلكوا. ولهالسبب منقول ابتعدوا عن المبتدعين، إنه ما حدا يضيع وقته بالكلام مع شهود يهوى. أول شيء مضيعة للوقت وللجهد، وثاني شيء حتى لا يتلوث فكر وقلب الإنسان. لماذا نحارب نحن الهرطقة؟ يقول الذهبي الفم: نحن نشن حربا على الهرطقة، هي حرب غايتها ليست إماتة الأحياء، مش بدنا نحكم عليهم بالموت، بل إحياء الموتى. مشان هيك منحارب الهرطقة. بيقول: أنا لا أضطهد الهرطوقي بل الهرطقة، يعني أنا بحكي ضد التعليم الخاطئ بس ما بحكي على الإنسان، لا أنبذ الخاطئ بل الخطيئة. من هون توصيت الرسول بولس إلى تيتوس أن تنذر المبتدع بمحبة وتضع له حداً لكي لا يضلل أيضاً غيره. وهون القديس يوحنا الذهبي الفم في عظة له عن التماثيل بيروح أبعد من هيك في الحرب ضد الهرطقة، بيقول: أما وقد تطرق حديثنا إلى موضوع التجديف فأنا أطلب منكم جميعاً خدمة واحدة استجابة لخطابي إليكم اليوم، وهو أن تقوموا بتصويب المجدفين في المدينة. فإن سمعت أحداً ما في الشارع العام أو في وسط الساحة يجدف على الله، عليك أن تتوجه إليه وتوبخه. يعني ما ترضى أنه الواحد يجدف على الله وأنت كأنه منك سامع، وأنه دمك ما يغلي، كأنك منك حاسس بشيء، كأنه ما بيخصك الله ولا بتخصك العذراء ولا القديسين. ما فيك تبقى مش حاسس. إذا جدف أحد على الله توجه إليه ووبخه، وإن دعت الضرورة إلى لطمه فلا توفر ذلك. إذا الذهبي الفم عم بيحكي: اصفعه على وجهه والكمه على فمه، قدس يدك بلطمه. يعني ما ترضى أبدا بالخطأ. فإن ادعى عليك وجرك إلى العدالة فاذهب، روح بشجاعة. وعندما يستدعيك القاضي للمحاسبة قل له بجرأة: هذا الرجل يجدف على ملك الملائكة. فإذا كان القانون يستدعي أن يعاقب من يجدف على ملك أرضي، فكم بالأحرى أولئك الذين يهينون الله. إنها جريمة عامة وضرر عام. واحد بيستغرب أن الذهبي الفم عم بيحكي هذا الكلام. طبعاً بس ما عم بيقول روح اضربوا كل واحد، بس عم بيقول أنه بمحبة إذا استدعى الأمر. يعني بقى تقول له فيق يا حبيب. نفس الأمر فعله القديس نيقولاوس العجائبي
في المجمع المسكوني الأول سنة 325، لما كان قاعد وأريوس الضال عم بدافع عن معتقده وعم بيحاول يثبت أن يسوع المسيح مخلوق وليس إله، سئم من الهراء الذي يتكلم به أريوس، قام شال وسف وكف، قال له صحيح، في صفعه بمحبة لكي يصحو. إنذار المجدف واجب، لكنه إن رفض التوبة بعد الإنذار مرة وأخرى لا تعود تتعب نفسك وتحكي معه فيما بعد. ليش؟ لأنه أنت حكيت وأنذرت أول مرة والتانية وهو أصر على الضلال. فبيقول ذهبي الفم في شرحه لرسالة تيتوس التي سمعناها: لماذا تتعب باطلاً مع المنحرف والمصمم على عدم تغيير فكره مهما كان؟ لأنك بذلك تكون كمن يزرع على الصخر، في حين أن من الأولى أن تبذل جهدك المبارك مع شعبك بمخاطبتهم عن الصدقة وعن كل فضيلة أخرى، إلا إذا كان هذا الإنسان قد منحه الله التوبة. بوقتها بيكون كمن استصلح أرضه وأزال منها الصخرة والشوك فصارت صالحة لتنمو فيها كلمة الله. لذلك ينصح القديس إمبروسيوس الرعاة أن يكونوا حكماء هكذا كمرشدين للسفن، فلا يفرضون الشراع، شراع الإيمان، إلا في أكثر الأماكن أمانا، يعني بعدوا بعلموا اللي بدن يسمعوا كلمة الله، المصغين إلى كلمة الله، مش بيعدوا بيحكوا، يعني مثل ما بيقول المسيح: لا تنثروا دراركم أمام الخنازير. اللي ما بده يسمع واللي مصمم إنه يجدف على الله، عبثا الإنسان يحكي معه بروح الله، لأنه السفينة بالبحر إذا الهواء معتدل بيرفع الشراع حتى تمشي، بس وقت اللي بيصير في عاصفة بيضب الشراع حتى لا يتمزق. نفس الشيء ما بينحكى قدام الناس اللي ما بدهم يسمعوا. فبيقول: لا ينطقون بكلمة الله إلا للبنيان، ولا يضيعون جهودهم في مباحثات غبية. لهيك يا أحبة علينا أن نتمسك بالإيمان الصحيح وأن نتعلم ما هو الإيمان الصحيح حتى ما نحيد. ما يكتفي الواحد ويقول أنه أنا بجي على الكنيسة وبصلي، لأنه كمان يفهم شو هو عم بيعمل وشو هو عم بيقول حتى يتفاعل مع القداس الإلهي تفاعل إيجابي، يكون بناء لحتى يبلش يشعر بحضور الله. إذا ما عم بيفهم شو عم بيصير وما عم بيفهم شو هو عم بيعمل وشو عم بيقول، بيطلع مثل ما بيفوت، منو مستفيد شيء. مهم نعرف ومهم نوعى ومهم أن نتفاعل مع هذا الإيمان وأن نثبت عليه إلى نهاية أيامنا.